الله أكبر الله أكبر. أنا بعد عملية غزلة الغضاريف والحاجز الأنفي صار لي 23 يوم الصداع نفس الشيء، ما حول العين وبين الحاجبين والجبهة. طبعا مش طبيعي إنه بعد 23 يوم، أنا لما عملت العملية الحقيقة كان بعدها بمدة الموضوع خف، لكن مش طبيعي إن الصداع مستمر لفترة طويلة. ارجع للدكتور شوف السبب إيه. وفي أحيانا الناس بتبقى الوهم، يعني هي أصلا أوريدي عندها كان صداع مزمن لسبب ما ملوش علاقة بالعملية، ممكن يسوق بسبب لا قدر الله في عندهم الصداع النصفي أو أي حاجة مسببة لهم صداع، فبسبب بعد العملية فبيرجع أي شيء للعملية. فأرجوك تأكد من الموضوع بس قبل أي شيء، لأنه نقطة مهمة قبل ما نتهم العملية إنها هي اللي كانت السبب في هذا الموضوع. وربنا يشفيك ويكتب لك كل خير بإذن الله، وربنا يشفيك ويتم شفاك على خير وبالتوفيق بإذن الله.